A ver, quiero grabar la cara, a ver. ¿Habéis pasado por caja a pagar? Sí. ¿Habéis pasado por caja a pagar? Pepito, y tú el primero. Tú el primero. ¿Habéis pasado a pagar? ¿Habéis pasado? No, yo no, yo no. A ver, todo fuera. Fuera. Fuera de aquí. Deja eso ahí. Deja eso ahí. Eli, sal. ¡Fuera! Es Zilma. Es Sindad. Deja eso ahí. Es Sindad. Deja eso ahí. Porque es mío. Es mío. Deja eso de ahí. A ver, que te grabe la cara. A ver, que te grabe la cara. A ver. Estáis grabados. ¡Y saliendo! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy la hija del Pepe. Y la policía de camino. Te he grabado la cara. Te he grabado la cara, hijo de puta. ¡Ale, va, fuera! ¡Fuera! ¿Pero quién es eso? ¿Que quién es eso? Mira, lo que menos me esperaba de vosotras. Lo que menos me esperaba, pero lo lleváis en la sangre. ¡Fuera! Y al Facebook vais en el vídeo, ¿eh? Al Facebook. ¡Ale, va! Uno por uno. ¡Suelta las bolsas! ¡Suelta las bolsas! Y no te toques, ¿verdad? ¡Vale, va! Mira quién son, mira. مثل كيقول مصائب قوم عند قوم فوائده. يا ريت ما نسمعش هذيك عالي خرج من الصندالة ديالك ولا هز هز. هادو فيديوهات اللي تنشروا ما غاديش نقولوا المغاربة هما اللي مشاو مثلا شفروا ولا الجزائريين ولا احنا كنسمعوا لسان عربي يعني كيتكلم بالعربية. عالي خرج هز الصندالة ديالك كذا والناس الاخرين اللي داخل كيقول له هز دغيا شي حاجه بحال هاد الشكل. على العموم هاد الفيديوهات هادو استغلوهم الناس اللي هما عندهم عداء للجاليه المغربيه العربيه الامازيغيه المسلمه عموما وداروا بهم بوم في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. هاد الشيء واش مقبول ولا ماشي مقبول؟ غير مقبول لان الناس في محنه، الناس كتعاني. شفنا العكس ديال هاد الشيء اللي شفنا مثلا الناس اللي مدين بداك الشيء اللي في يديهم كيهز من الدار شويه من هاك وشويه من هاك وشويه من هاك وكيدي يحطوه في واحد البونتو ولا واحد النقطه اللي داروها اللي كيجمعوا فيها التبرعات يعني لعباد الله الروز العداس يعني المسائل ديال الصابون القهوه اي حاجه كله داك الشيء اللي قدر الله يعني كيدي. شفنا في حين ان الاسبان وبزاف ديال الناس كيديروا هذه القضيه هذه كيديوا هذا الشيء هذا يحطوه في هذاك النقطه ولا في هذاك البونتو ديال الريكوخ اذا ديال الالمنتوس تضامن مع هاد الناس اللي تضروا. فما بغيناش نشوفوا هذا المنظر هذا اللي شفتوا معايا. كما قلت راه ماشي المغاربه فقط، المغاربه الخيطانوس الاسبان كل شيء كل شيء في هذه المناطق اللي هي متضرره ديال فالنسيا دخلوا للسوبر مارشيات ويعني وكل واشنو اللي كيهز. لا دانا مورتال يعني هاد الدانا هادي ولا هاد العاصفه هادي هي قاتله صراحه الله. الرقم ديال الاموات 140 حتى لحد الساعه ملي قلت انا بسم الله في هذا الفيديو هذا كانت 140 حسب الارقام. ولكن بيني وبينكم راه قلت لكم انا البارح في الفيديو اللي حطيت ولو اننا كنعطيو الارقام اللي كنحطو شي فيديو لان هادشي ما تسالاش هنا يعني الحجم ديال الدمار كبير. باقي الناس مدفونين في الغيث. بيني وبينكم شفنا المئات ديال السيارات وحده راكبه في وحده كي اللي مغطيها الغيث تقريبا شبه كل يعني مغطيه يعني اكيد هذوك السيارات فيهم ناس لان كاين بزاف ديال الطوموبيلات اللي كانوا غاديين يعني شداتهم الموجه ولا شداتهم هذيك يعني العاصفه غاديين كيتمشاو فيهم مواليم راكبين. اللي خرج خرج واللي باقي تما ولا اللي حصل تما راه هو حصل تما. وبالتالي الرقم ديال العدد ديال الاموات للاسف الشديد كما قلت الاخوان مازال ما عندناش رقم محدود الله يحد الباس هذا هو اللي كنطلبوا ولكن مازال ما كاينش رقم يعني نهائي
باقيين جثات اللي ما وصلوش لهم، يعني نظرا للمسائل ولا نظرا للبلاصه اللي راهما فيهم دابا، يعني كتكون مسالك واعره وما وصلوش لهم حاليا. وبالتالي كما قلنا مازال هذا الرقم هذا غادي يتاكتواليسا ولا غادي يتجدد وغادي يخرجوا يعني جثات اخرى للاسف الشديد. العزاء ديالنا صراحه الله، العزاء ديالنا للجميع. راني قلت لكم البارح هذه كارثه عاصفه يعني قاتله، وما كتفرش لا من المسلم ولا من اليهودي ولا من المسيحي ولا من الانسان اللي مزيان ولا من السراق ولا من حتى واحد. كدي الخضر واليابس اللي لقاته قدامها كديه. وبالتالي التضامن ديالنا الكامل والعزاء ديالنا للعائلات يعني كاملين اللي فقدوا شي حد من الاحباب ديال، سواء كانوا اسبان غير اسبان، عرب، امازيغ، مغاربه، جزائريين، توانسه، من اي جنسيه بغاو يكونوا، لان هذه لحظه صعيبه بزاف. ابار كما قلت البارح على المسائل اللي كنشن الناس يعني الحسره يعني لا امبوتنسيا، ولا الانسان كيحس براسو انه محبط يعني يعني لا فروستراسيون كما كيقولوا هنايا، الانسان كيحس بالاحباط ملي كتمشي للدار ولا كتفوت عليك هذه المجاهده وكتصيب الدار ديالك داكشي فيها كله مشى، ما بقات حتى شي حاجه، يعني كتصبح الله كريم. ما بغيتش نهضر على عائلات لان كاين اخبار اللي كتروج بان عائلات مغربيه هما من الضحايا وكذا، باش ما نخلقش عدم اليقين ولا واحد الانسيرتيدومري عند الناس، لان الناس كلشي كترقب كيعيطونا حنا الحباب ديالنا من المغرب، وكنظن هادشي غادي يكون واقع عند الناس كاملين اللي عايشين هنا في اسبانيا. فضروري الناس كيتواصلوا بهم، والناس اللي كتتصل كاين اللي ربما ما يهزوش عليه بعد الناس من الاحباب ديالو اللي عندنا في اسبانيا، غيبدا يفكر بانهم ربما حتى هما مشاو في هذا. وبالتالي ما بغيتش نهضر في هذه النقطه هذه، ولا بغيتش نهضر في هذا الموضوع هذا، لانه كيبقى صلاحيه ديال الناس اللي توفاو الجنسيات ديالهم ديال الناس المسؤولين ولا ديال الجهات الرسميه. مادام ما عنديش ارقام يعني ولا ما عنديش يعني شي خبر اللي هو موثوق رسمي من جهات رسميه ديال الدوله، ما نقدرش نتكهن وما نقدرش نعطي شي خبر ديال ان العائله مغربيات هما كاين في هذه القضيه وكذا. الا فعلا شفنا يعني في التلفازه شفنا النساء المسلمات عموما دايرين الزيف وكذا، وتا هما تشدوا من دوك الناس يعني مساكن اللي غادي مخرجينهم، ولكن هذا ما كيعطيناش دليل باننا راه الناس يعني ولا عائلات مغربيه توفوا واخا الاخوان. وبالتالي انا ما نقدرش نهضر في هذه المساله كما قلت، لان الامر حساس بزاف. هاد الناس هادو اللي ربما احبابهم ما تواصلوش معاهم ولا باقيين كيتسناو يعني كيعيطوا وما جاوبهمش، فهذاك الشيء يكفيهم بلا ما نزيدوا عليهم حنا بالتشويش كما دايرين هنايا في اسبانيا. هنا في اسبانيا راهم الناس ديال اللي هما ضد الحكومه دوك يعني اللي كنهضر عليهم دائما انا يعني الذواب الالكتروني ديال الاحزاب المعارضه، راه دايرين ضجه بلا يعني بلا ديسانفورماسيون، يعني كيعطيو مغالطات بالجمله، مغالطات بالجمله. راكم سمعتوا حتى هاد العاصفه هذه اتهموا بها، قال لك المغرب هو اللي من وراها خالقها يعني ارتيفيسيال ولا اصطناعيه وما نعرفش شنو. وزيد كنعاودوا نطلبوا ثاني الله يحد الباس، والناس اللي هما يا باقين كيتسناو عائلاتهم مضرين ولا ما متواصلينش معاهم ولا شي حاجه، كنتمنوا من الله يسمحهم شي خبار زوينه. هذا هو المطلب ديالنا وهادشي اللي كنتمناو، ونكونوا متفائلين ان شاء الله هادشي اللي كاين. المهم الاخوان الاخوات، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، باش ما نطولش عليكم بزاف، نهاركم مبروك، ما تنساوش من الاعجابات بارك الله فيكم، وبارطاج قدر المستطاع. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده. السلام عليكم.